قوية لتحمل هذه الأسماء وهذه المشاركة في اللقاءات والتحديات، أسماء كبيرة وكذلك أعداد مميزة تشارك في هذا الشوط، ما يقارب من 50 بكرة تشارك في تحدي هذه اللحظات وهذه المواجهة على أرضية هذا الميدان. نقترب من البداية مشاهدينا الكرام، نقترب من صدارة هذا الشوط والمركز الأول الذي تقدمت الآن المركز الأول في هذه اللحظة شجون تعود ملكيته لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي من وصلت واحتلت المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا طواري تتواجد في المركز الثاني، لحمود بن سالم الرشيدي هو من يتواجد يحتل المركز الثاني مع تقديم طواري، بينما المركز الثالث شعار الزفين يتواجد على ظهر نجدة أحمد بن سيف الزفين المهيري اللي وصلت وخذت المركز الثالث مشاهدي الكرام، بينما المركز الرابع شعار بن درويش يتواجد على ظهر سرابة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري هو من يتواجد يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر هناك زمرد لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي يقدم لنا زمرد على هذا الموقع وهذا المكان. أما المركز السادس وصلت من خلال الشهيرية. ماذا طرى وجرى مع طاري؟ لا زالت مسيطرة، تقدم الكبار نحو صدارة الشوط. هذه طاري حمود بن سالم بن راشد الرشيدي هو الآن المسيطر، لكن واصل الزرعي يقدم لنا غراب. راشد بن سعيد الزرعي وصل إلى المركز الثاني إلى ثاني المراكز، لكن يا سلام يا طاري في المقدمة والسيطرة، بينما المركز الثالث سعيد بن مطر الرميذي بدأ الآن يقترب. هذه الثلاثية مشاهدينا الكرام أصبحت ثنائية، لكن بالقيادة الأولى قيادة الشوط. الله يا طاري لا زالت مسيطرة. حمود بن سالم الرشيدي هو الآن يقدم لنا طاري على المركز الأول. طاري مشاهدين الكرام وتحمل الكثير من الطواري. هذه طاري عندك يا الرشيدي. إذن طاري على المركز الأول، تفوز بهذه الانتقالة، تفوز بهذا الشوط، تفوز بهذا التحدي. هذه طاري مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس للسيد مشاهدينا الكرام حمود بن سالم بن راشد الرشيدي يفوز بهذه الانطلاقة. تهانينا على الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني كانت غرام راشد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الثالث في هذه اللحظات وصول من قبل بحور راشد بن محمد بن مهير المنصوري. المركز الرابع سعيد بن مطر رميثي، والخامسة عموما. على كل حال مشاهدينا الاعزاء، هكذا كانت نتيجة هذا الشوط الحاضرة بالتحدي والاندفاع والمسار المميز والمسار الجميل. هكذا ايها الحول الكريم لحظات وصول طاري بسبع دقائق 50 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. حمود بن سالم بن راشد الرشيدي، تهانينا على الفوز والانتصار في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الثاني غرام بسبع دقائق 51 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا مشاهدينا الكرام. بينما المركز الثالث كانت بحور حاضرة مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وهذا التحدي، وكان توقيتها الزمني 7 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن مهير المنصوري.